المؤسسه اللي كندرس فيها حاليا كاين التكوين المهني وتنميه سيدي داود. حاليا دابا كاين واحد البروجي ديال البوانتاج يعني ديال تسجيل الحضور اوتوماتيك اللي هو هذا. هادو هما لي بادج اللي نقدروا نقيدوا بهم الغياب اوتوماتيك، يعني كيكون فيهم معلومات شخصيه يعني لي دوني ديال داك البيرسون مثلا. وكاين هاد سميتو سكان، يعني كنقدروا نسكانيو بعض التطبيق باش كيقدر يطلعوا لنا لي دوني اللي كاينين في وسط هاد البادج هذا. وهذا هو البروجي، هو هذا حاليا. المهم هذا البروجي هذا كيخدم بهذه الطريقه هذه، يعني كنهزوا هذا الباج، يعني التلميذ الا كان داخل المؤسسه كيهز الباج ديالو كيحطو فوق الاير فايد اوتوماتيك. هذاك الغياب كيتسجل لنا فواحد السيت، يعني فواحد التطبيق. هذاك التطبيق كتكون هي عند الحراسه، يعني كيتسجل تما كتقدر الحراسه تطلع عليه من غير من الحاسوب ولا من التليفون، حيت ممكن نحلو التطبيق بجوج ديال الوسائل، التليفون ولا البيسي. المهم هادشي اللي كاين حاليا. دابا حاليا تقريبا ماشي هاد البروجي اللي كاين عندي، دابا راه عندي 116 بروجي، يعني اللي منهم كاين جا راس المؤسسه اللي راك في ثانويات عبد الكريم الخطابي وليسي سيدي داود والتكوين المهني والمعدية السينما كاين تما خدام، يعني وكاينين بروجيات بزاف بحال مثلا طونوبيل كتوصل للخطر كتحبس اوتوماتيك، يعني بزاف ديال الحوايج. هاد البروجي هذا جاتني الفكره باش نقدر نديرو، يعني باش حتى التلميذ تسهل عليه القضيه باش يسجل الحضور والاستاذ بالخصوص، وشكون اللي غيكون ضايع يعني بالطريقه القديمه اللي غيكون ضايع هو التلميذ. علاش؟ حيت كتمشي ليه على الاقل 10 دقائق حتى 5 دقائق ديال الوقت ديالو كتضيع، يعني ملي كيكون الاستاذ كيبي يقيد الغياب. حنا قلنا نديرو هاد البطاقات هادو ويداروا فيهم المعلومات الشخصيه ديال التلميذ ويجي هو اوتوماتيك يحط الباج ديالو هنايا ويتسجل الحضور، يعني اوتوماتيك في نفس الوقت. يعني الحراسه العامه مبسطين عليها يعني الخدمه ديالها.